السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله لكنا خائفين من التغطية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني كيفكم؟ هل هناك تغطية واضحة أم لا؟ الحمد لله الحمد لله وثم الحمد لله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كيف الحال إخواني؟ كيفكم؟ كيف أموركم؟ جمعة طيبة للجميع، صلى الله على محمد. هناك تعليقات إخواني، يكتب أحد تعليقات، نريد ما شاء الله. هناك تعليقات، لا ندري كيف هي الصورة. الحمد لله قمنا بتشغيل المدفأة، قمنا بتشغيل المدفأة إن شاء الله معكم بالمباشر. سنقوم بنفض، ليس هناك طقس وليس هناك جو وليس هناك أي شيء. هناك 13 درجة، بارد، جو بارد، لكن سنحاول إن شاء الله، سنحاول إن شاء الله وضع لكم مباشر ولو لنفضة واحدة، لكي نأخذ قسط منكم من الدردشة هذا المساء مع أخونا عليان حسون، لكي نجيب على الأسئلة. سنختار خلية في هذا المنحل إن شاء الله. أنا كنت أشاهد النحل، هناك سرحان لكن ليس هناك جو، ليس هناك طقس، وهناك شح مرعى، فعلا هناك شح مرعى. هذه المنطقة هذه السنة جد ضعيفة في الأمطار، لكننا إن شاء الله سنوافيكم. إخواني حاولوا أن نضع المباشر في كل مواقعكم لكي يستفيد الناس من النفضة البيضاوية. سنتفقد الخلايا، دقيقة والله سنتفقد الخلايا معكم. دائما نتفقد من اليمين، هناك صناديق. السلام عليكم. صناديق قمت ب كانت الكاميرا مقلوبة. عفوا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كنت ظننت أن الكاميرا مقلوبة. قمت بترقيم بعض الصناديق كما تشاهدون. أولا قمت بفحص الصناديق. فحص هذه نقلب الكاميرا.
ما علينا، قمنا بتفحص الصناديق، اخترت بعض الصناديق كما تشاهد. كل الذي وضعت عليه حجرة فهو جيد للقسمة، فهو جيد للقسمة، فهو جيد للقسمة. بمعنى اخترت صناديق، هذا ليس النفض الآن، الآن لن تكون النفضة، بل ستكون تحضير بنوك، بنوك الملكات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا لا أدري كيف هي الصورة، لكني سنحاول معكم بالمباشر. هذا الصندوق سنبدأ فيه إن شاء الله. للقسمة شروط، شروط القسمة. شروط قسمة أخي النحال، شروط قسمة هو أننا تفحصنا المنحل قبل كل شيء، شاهدنا الخلايا، شاهدنا وزن الخلايا، كيف بمعنى لإدراك الخلية التي سنقوم بقسمتها ليست الضعيفة. سمعت بعض الناس تقول أن المشكل هو، هذا هو العيب، هذا هو أكبر خطأ يقوم به النحالون، يقومون بقسمة الخلايا الضعيفة لكي تغير الملكات، لكي ينطلق الموسم، لكن لم لا يقومون بقسمة الخلايا القوية لعدم إضعافها. هذا هو أكبر خطأ يا أخي، أكبر خطأ. بل تقسم الملكات القوية والملكات الخلايا الضعيفة. لدينا حلين، أن نقوم بضمها إلى قسمة أو تغيير الملكة، بمعنى تغيير الملكة وتعني تغيير النحل السارح. أما تقوم بقسمة خلية ضعيفة، هي أولا ضعيفة، لا تتوفر على نحل حاضن، لا تتوفر على نحل الذي سيقوم بالعمل، كيف هذه الخلية ستنطلق؟ بمعنى القسمة يجب أن تكون دائما من الخلية القوية. أنا اخترت الآن 4-5 خلايا سأقوم بقسمة هذه الخلايا، قسمتها لماذا؟ لتحضير الملكات للقسمات المقبلة. أنا لا أقوم بكثرة القسمات، الحمد لله كل الخلايا لدي مليئة، لكن دائما جيد أن نقوم ببعض القسمات لزيادة النحل، لزيادة كذا، لتفادي التطريد، لأن موت النحل كل من لدينا خلايا تموت 10% 8%، بمعنى كل 100 خلية لديك 10 فارغة، هذا تملأ برمشة عين، لكن لملئها يجب أن تملأ من الخلايا القوية، لأن الخلية القوية التي خرجت من الشتاء سنشاهدها الآن، سنشاهد الآن كيف خرجت خلايانا من الشتاء، وكيف هؤلاء الناس يقولون غدي وكذا. أنا أقول لك المخزون، فقط المخزون من الحضنة هو الأساس في تربية النحل، المخزون من العسل، المخزون في يوم الفرز، العلاج الجيد. لا تكلمونا يا اخواني نور الدين، لا تكلمنا الان، نحن في المباشر يا اخي، لا حول ولا قوه الا بالله. نور الدين لا تكلمنا الان، يلا لا تكلمونا الان، نحن في المباشر. ما علينا، سنقوم بفتح الخليه بسم الله مسريها وبالله مجريها. اول قبل كل شيء نقوم بالتدخين للفتح، اولا نشاهد هل هي الخلية صالحة للقسمة، سنتوكل على الله، ان كانت الخلية ليست صالحة للقسمة نغير بخلية اخرى. يا اخي هل هو الصوت واضح اخواني؟ ارجوكم هل هو الصوت والصورة واضحة؟ لكي نكون مأكدون ان الصوت والصورة واضحة فقط. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، جمعة طيبة. من يكتب لنا أرجوكم يقول يكلمنا، هي الصورة واضحة والصوت واضح. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بسم الله بسم الله، توكلنا عليك يا الله. ما شاء الله ما شاء الرحمن. اولا نقول قبل كل شيء، نشاهد جميعا النحل جد جيد، كثافة نحلية ما شاء الله. اولا النحل فوق الخلية، هذا
إن دل إنما يدل على أن الخلية رائعة جيدة. سنتفقد ونشاهد الحضن. بسم الله بسم الله. هذا خلايا، هذا عسل كما نشاهد، هناك رش من العسل. سنبحث أولا، سنشاهد وضع الحضنة، سنشاهد هل هناك ذكور، سنشاهد ما تتطلب القسمة، لأن لا نقوم بالنفض فقط لإرضاء الناس، لا لا، أنا من الناس الذي علي أن أتأكد أن خليتي جيدة، أن خليتي صالحة للنفض، ونتوكل على الله. بسم الله. هناك مخزون من العسل، ما شاء الله، هناك مخزون من العسل. تفقد النحل، النحل جيد. هذه الخلية إن دل إنما يدل على أنها بمخزونها كافي من العسل، كافي. ماذا جعل هذه الخلية تكون بمخزون كافي من العسل؟ هذه الخلية لم تفقد ولا أي نحلة بالفاروة، بمعنى معالجة من الفاروة، لأن سبب انهيار الخلايا وسبب عدم جمع الخلايا للمراعي الخريفية وعدم تطور الخلايا في الخريف لمرور الشتاء هي الفاروة. لو عالجنا جيدا سنصل إلى هذه النتائج. تتبع معنا. والله ما شاء الله، شاهد وضع الخلية بالداخل. هذه سنعطيها لأصحاب الإنفرتيز ليقومون بالشرح لماذا خلايا البيضاوي تصل بهذه الطريقة. ليس هناك المرعى، هذا النحل أنا أقول لك اليوم 13 درجة، 13 درجة. هذا النحل كان ببرد وصقيع لمدة 3 أشهر لم يرى المرعى، لكن سلامة النحل جسميا وصحة البطن وعدم توفر الفاروة وعدم موت النحل بالأمراض يجعل النحل دائما ولو مدة السروح قليلة، ساعة في النهار أو نصف ساعة في النهار، يخرج خروج البرق لإحضار المرعى. لأن ما يقوي الخلية أخي النحال ليس هو التغذية بل المرعى. نتابع، شاهد معنا، سنتفقد ونعرف فرق العمل بين النحل السليم وبين النحل المربع وبين الطرود المصنعة وبين الطرود الطبيعية. شاهد معنا، تفقد. الله أكبر. بسم الله بسم الله. الله أكبر. الله بمعنى أن نحن الآن لو أردنا فرز العسل ممكن أن نفرز العسل، ممكن أن نفرز العسل، لكن الكلام الذي أقوله للناس دائما، نحن ليس همنا هذا العسل، لأن ليس رأس مالنا العسل بل رأس مالنا النحل، النحل كما تشاهد. لماذا؟ الفرق أن نفرز عسل ناضج، أن نفرز العسل ذو جودة، أما نكون من جوع مجاعة العسل، بمعنى فرق أن تكون تعرف منتوجك وتعرف جودة المنتوج وتعرف ما هو لك وما هو للنحل. هذا العسل الآن فهو للنحل، لأن الآن النحل ليس بالعسل، هذا العسل ولو هذا عسل الخريف وهذا عسل الشتاء وهذه العسل التي ليست ناضجة. لو كنا معي الجينتر الآن وقمنا بقياسة الرطوبة، قياسة الرطوبة وكذا، سنجد بهذا العسل 19 أو 20%، بمعنى ما زالت لدينا 13 درجة حرارة. قل لي هذا العسل كيف سيكون؟ وهذا العسل نقول لك عسل أصيل، لكنه هذا بالنسبة لي فهو مخزون هذه الخلية حتى أواخر الربيع، لأننا أفضل دائما الأعسال الصيفية قليلة التبلور ذات جودة. هذا العسل سينفعنا الآن كمخزون في القسمة، لكن لكي يعلم الجميع كيف وصلنا لهذا العسل، فتحنا الخلية أمام الجميع من دون علافة، لأن النحل المشكل أننا أصبحنا نربي في العالم العربي، وهذا هو الذي لا يريد أن يعترف به الجميع، أصبحنا نربي فقط من الطرود، بمعنى من خلايا بأربع إطارات، ونريد أن نقويها ونريد أن نحفزها لكي نقوم بالقسمة، لكن ليس هذا هو العمل، ليس هذا هو العمل. هذه الخلايا فرزت، تركت بستة إطارات، لكن رجعنا لها ستة إطارات لكي يمتص العسل، مع الحز الذي كنا به في الفيسبوك أدخلت عسل، بمعنى نحن الآن
ليس ب 12 لكن لدينا 11 او 10 اطارات عسل ونحل. شروط القسمة سنتابع. اول شيء توفر لدينا الان النحل سليم، ما دام هناك عسل بقطرة والنحل سارح، ونشاهد والله نشاهد فقط طريقة عمل النحل، هذا إن دل إنما يدل على أن النحل سليم، ليس نحل سارق وليس نحل كذا. بمعنى توفرت لدينا الآن شرطين أساسيين في القسمة. هذا اللي كيفهم الناس، لأن الناس يقول لك عن لدي الخلية دارت الكومبلي غنقوم بالقسمة، لدي الخلية دارت 10 إطارات، لكن كيف هذه الخلية؟ كيف هذه الخلية؟ هل خلية القسمة هي 10 إطارات حضنة؟ لا. إن كانت 10 إطارات حضنة أقول لك أنت كنت تعلف، لأن هذه 10 إطارات الحضنة. من أين كان يأكل هذا النحل؟ من أين كان يقتات هذا النحل؟ من العلافة. لكن النحل السليم عندما نفتح لكي يتعلم الناس، لأن نحن نشاهدون، أنا من الناس التي أقول لك محترف في النحل، فقط نشاهد الفيديو نعرف كيف كان يعمل هذا الرجل، كيف كان يعمل. عندما تشاهد الآن العسل مختوم، مختوم عسل بهذه الطريقة، أقول لك ولو كان سكر تقوم نوضعه بهذه الطريقة ينزل نزولا، ينزل نزول الماء، لكن هذا عسل ومختوم. لكن ماذا أقول لك؟ هذا العسل إن دل إنما يدل على أن الخلية سليمة والخلية بالطريق السليم، بمعنى خليتنا لا نحتاج للتغذية، لا نحتاج لهذا الكذب على الله والكذب على شح المرأة. وأن جلالي في إسبانيا، أقول لك جلالي في إسبانيا نحن نكان بناقص 10 درجات وناقص 8 درجات منذ شهر 11 حتى الآن، لم يرى مرعى مدة 3 أشهر. لكن المخزون، لأن الناس يجب أن، لأن عندما نتكلم في النحل دائما نعزي المشاكل للطبيعة.